أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن Present Continuous أو زمن المضارع المستمر. زمن المضارع المستمر من أسهل الأزمنة اللي هتقابلها، وهنتكلم إن شاء الله في فيديو النهاردة عن التكوين والكلمات الدالة واستخدام زمن المضارع المستمر، وإزاي نقدر ننفي المضارع المستمر وكيفية السؤال عن المضارع المستمر. قبل ما نروح على الفيديو، لو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تنزل تشترك حالا وتفعل زر الجرس علشان يصلك كل ما هو جديد، ولو عملت شير يبقى فيك الخير. وعلى طول نروح لبداية الكلام عن المضارع المستمر Present Continuous. أول حاجة نتكلم عنها هي التكوين. يا ترى ايه تكوين زمن المضارع المستمر؟ يتكون زمن المضارع المستمر من am أو is أو are، يعني verb to be am أو is أو are plus the verb زائد أي فعل أنت عايزه plus ing، يبقى verb to be وفعل زائد ing، verb to be وفعل زائد ing، verb to be وفعل زائد ing. am و is و are حسب الفاعل زائد أي فعل وحط له ing. بختار am لو كان الفاعل I فبقول I am وأي فعل زائد ing، أو he أو she أو it is والفعل زائد ing، أو we أو you أو they are والفعل زائد ing. إذن تكوين زمن المضارع المستمر am أو is أو are plus the verb plus ing. المعلومة التانية، تعال نبص بقى على أمثلة للكلام ده. لو أنا حبيت أقول مثال we are playing tennis now، are playing حط are علشان we و play وحط لها ing فأصبحت are playing، are playing، we are playing. المثال الثاني، هدى is playing at the moment، is playing. طب الفرق ما حطناش are playing ليه؟ علشان هنا هادي is، هادي is، هادي بتساوي he فهيقول he is، يبقى is playing. الأولى are playing وفي الثانية is playing. تعال نشوف المثال الثالث، she is watching at present، she is watching، هي بتتفرج دلوقتي. is والفعل زائد ing. المثال اللي بعد كده they are planting now، they are planting ده هما بيزرعوا دلوقتي، are planting، plant يعني يزرع وحط له ing. تعال نشوف المثال اللي بعد كده، listen they are singing، استمع they are singing، are sing وحط له ing كمان يبقى are singing، يبقى am او is او are زائد الفعل زائد ing. سارة is taking a photo، is taking، is taking a photo، يبقى am او is او are زائد الفعل زائد ing. ده كان تكوين زمن المضارع المستمر. مكملين، ولو انتهى الفعل بتاعي بحرف الاي تحذف ونضيف اي ان جي. مش فاهم يعني لو عندي فعل اسمه تيك ياخذ، لو انا عايز اقول انا اخذ بس في المضارع المستمر اقول اي ام تيكينج واحط له اي ان جي، لا يقول لي نحذف الاي الاول وبعد كده اضيف الاي ان جي فتاخد الشكل ده. طب كمان واحد، تعال نشوف هاف يتناول، احذف الاي واحط له اي ان جي فتبقى بالشكل ده. طب اديني مثال بقى، she is taking a taxi now، هي تستقل تاكسي دلوقتي، هي راكبه تاكسي، she is taking، is taking. طب كمان مثال، they are having lunch now، are having، are having. لو بصينا على take الاقي من غير اي وhave برضو من غير اي. تعال نشوف بعد كده معانا الكلمات الدالة، وهي كلمات تدل على زمن المضارع المستمر. أولى الكلمات هي كلمة now واللي معناها الآن، now الآن، now الآن. She is taking a photo now، لما وجدت now بصينا على الفعل لقيناه is والفعل زائد ing علشان now تدل على المضارع الإيه؟ المستمر. فلما بص على الفعل ألاقيه في زمن المضارع المستمر. الكلمة التانية هي كلمة look، انظر، لما اقول لك بص كده هتبص على حاجة شغالة دلوقتي، فقال لي look it's raining، it's raining، it is raining، انها تمطر، يبقى is raining مع مين؟ مع look، look يبقى is والفعل زائد ing. الكلمة اللي بعد كده في الكلمات الدالة هي listen،
استمع listen. استمع listen. They are singing. استمع دول بيغنوا. أما at the moment واللي معناها في هذه اللحظة برضو من الكلمات الدالة على المضارع المستمر. At the moment he is sleeping. He is sleeping at the moment. هو نايم. لما at the moment لقيناها في الجملة لقينا is والفعل زائد ing. تعال نشوف الكلمة اللي بعد كده في الكلمات الدالة هي at present. في هذا في الوقت الحاضر. في الوقت الحاضر. At present. At present they are playing. والله دلوقتي هم بيلعبوا. Are playing. ليه حطناها are playing؟ علشان at present تدل على زمن المضارع المستمر. Watch out. احترس. خلي بالك. يبقى انا هقول لك على حاجة هتحصل. Watch out. A car is coming. في عربية جاية. Watch out. A car is coming. كويس جدا. يبقى دي كلمات تدل على زمن المضارع المستمر. قلنا الكلمة الدالة شغلتها انها تقول لي خلي بالك من فعل الجملة يكون في الزمن نفسه. تمام. يبقى now و look و listen و at the moment و at present و watch out. لو بصيت على الفعل الاقي ام او از او ار والفعل زائد اي ان جي. تمام. بعد كده تعالى نتكلم عن النفي. ازاي ننفي؟ واضح ان المضارع المستمر بيتكون من ام از و ار ودول فعل مساعد. طيب ما انا عندي قاعدة بتقول ايه؟ بتقول لما نيجي ننفي نحط بعد كل مساعد نط. يبقى ام واز وار احط بعديهم ايه؟ برافو عليك. احط بعديهم نط. ليه؟ علشان القاعده بتقول لما نيجي ننفي نحط بعد كل مساعد نط. تمام. وبعد كده هات الفعل وبعد كده هات حط له اي ان جي. طبعا عارفين ان اي بتاخد ام وهي وشي وات ياخدوا از ويو زي ياخدوا ار. يبقى القاعده بتقول ايه يا شباب؟ لما نيجي ننفي نحط بعد كل مساعد نوت. تمام. يبقى انا حبيت انفي فحطيت بعد المساعد كلمه نوت. اديني امثله على كده. تعالى ناخد مثال. We aren't studying now. احنا مش بنذاكر دلوقتي. Aren't studying. He isn't eating now. هو لا ياكل الان. مش بياكل. I am not playing in the street now. مش بلعب في الشارع دلوقتي. طيب بعد كده تعالى نتكلم بقى عن الاستخدام. انا امتى استخدم المضارع المستمر؟ ليه هتكلم في المضارع المستمر؟ زمن المضارع المستمر يستخدم للحديث عن حدث يحدث الان اثناء الكلام، حاجه بتحصل واحنا قاعدين دلوقتي. ازاي؟ لما اقول لك لوك بص، يبقى انا هقول لك على حاجه بتحصل. It's raining. انها تمطر. لوك لوك. يبقى هشوف برضو فعل زائد اي ان جي. Listen. استمع. اسمع كده. اسمع. She is singing. إنها تغني. اسمع. يبقى لما أقولك اسمع هتسمع حاجة إيه؟ حاجة شغالة دلوقتي. يبقى المضارع المستمر يعبر عن حدث يحدث الآن. يعبر عن حدث يحدث الآن. الاستخدام التاني للمضارع المستمر هو إن إحنا نتكلم عن المستقبل. حدث هتحصل في المستقبل. حاجة هتحصل في المستقبل. زي إيه؟ I am traveling to London tomorrow. أنا مسافر لندن بكرة. هو بكرة ده إيه؟ ده مستقبل. مع ذلك قال I am traveling. I am traveling. تمام؟ مثال كمان I am studying. أنا بذاكر to be an engineer. أنا عايز أطلع مهندس. أنا هطلع مهندس فين؟ في المستقبل. ومع ذلك قال I am studying. أنا بذاكر to be an engineer. طيب بعد كده تعالى نتكلم عن الاستفهام وازاي اكون سؤال بهل. زي ما اتفقنا ان في فعل مساعد فكل اللي انا بعمله ان انا بقدم المساعد على الفاعل واحط علامه استفهام. يبقى بقدم از او ار على الفاعل وضع علامه استفهام از او ار. امال فين اي؟ ما احنا عندي في السؤال في الجمله اي وبي بحولها الى يو وبالتالي ما بتبقاش موجوده. يبقى ايام احولها الى ار يو. طيب وي ار احولها الى ار يو. تمام كده. طيب لو برضو لقيت في الجمله ماي او اور حولهم الى يور. وقلنا ده كلام اساسي في اي سؤال. النقطتين اللي في الاخر دول اساسي في اي سؤال. اي وي حولها الى يو وماي واور حولها الى يور. طيب اديني مثال بقى كده. تعالى ناخد مثال. لو عندي جمله بتقول هي از ايتينج فيش. هو ياكل سمك. كل اللي انا بعمله بقدم از على هي فيديني ايه؟
Is he, هل هو, is he eating fish, هل هو يأكل سمك؟ لو هو بيأكل بقوله yes he is, لا no he isn't. طيب اديني كمان مثال. He is studying English, هو يدرس الإنجليزية. Is he studying English, قدم برضو is على he. فلو كان كده فعلا بقوله yes he is, لا no he isn't. طب كمان مثال. لو عندي جملة بتقول I am studying English, أنا بذاكر إنجليزي. هنا I am, خلي بالك إن أنا بحول I إلى you, وبالتالي I am في الجملة تبقى Are you في السؤال, يبقى Are you studying English, Are you, هل أنت تدرس أو تذاكر English. لو بيذاكر بقوله Yes I am, لا No I am not. طيب بعد كده لو انا حابب ان انا اكون سؤال بكلمة استفهام بقى مش بهل, بحط اول حاجة كلمة الاستفهام وبعد كده اجيب المساعد اللي هو am او is او are وبعد كده اجيب الفعل الفاعل وبعد كده اجيب الفعل وبعد كده احط له ing او الفعل بالفعل هيكون له محطوط له ing واحط علامة استفهام. يبقى كلمة الاستفهام الفعل المساعد الفاعل الفعل وعلامة استفهام. اديني مثال كده, مثال سهل. What is he studying? ماذا هو يدرس أو ماذا هو يذاكر؟ طيب ممكن ألغي كل ده وأقول له What is he doing? What is he doing? ماذا هو يفعل؟ طب لو حبيت أجاوب على السؤال الأول يقول لي English. What is he studying? ماذا هو يذاكر؟ أقول له English. هو يذاكر English. طيب What is he doing? هو بيعمل إيه؟ في الحالة دي أقول له الفعل نفسه فأقول له He is studying English. He is studying English. هو يذاكر الإنجليزي. أشكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.